مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج طيب الحياة. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يجعل حياتكم كلها أعياد وربنا يحفظ مصر والوطن العربي من كل المؤامرات ونعيش في سلام والأيام تكون كلها أيام جميلة. ذكرى عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك كل سنة وانت طيبة وانت بألف خير يا رب. وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك وعلى كل المصريين. كل سنة وانتم طيبين ووحشتونا جدا جدا جدا. الأجازة يمكن كانت طويلة شوية بس بجد وحشتونا، يعني كنا مفتقدين جدا البرنامج، مفتقدين الأسئلة اللي بتبعتها لنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك. بس نوعدكم ان احنا كل الأسئلة وفي كل التخصصات اللي انتم بعتوها لنا هنجاوب عليها كلها. المهم بقى ان انتم ما تكونوش نسيتوا نفسكم، نسيتوا الدايت، نسيتوا الكلام الكتير اللي احنا بنفضل نقوله ونتكلم فيه واللي هو معلومات طبيه وحقيقيه، وكلتوا لحمه وفته كتير. مشكله هم لو نسيوا احنا مش عايزينهم ينسوا عشان نرجع نكلمهم تاني. مش كده بس احنا لازم نرجع نكلمهم تاني. انت موجود معانا، يعني هم لو نسيوا وكلوا وتخنوا شويه هنرجع نفكركم بالموضوع تاني. بالظبط. كمان يا احمد في موضوع مهم جدا، المصريين قرروا ان هم يخرجوا على فكره في العيد ده. في ناس كتير ما خرجتش، ده معروف. في ناس كتير خرجت راحوا شرم والغردقه. دي الحقيقه دي حاجه في ميزه كبيره جدا جدا، ان المصريين صرفوا مليارات في الغردقه وفي شرم الشيخ. ومعنى كده ان السياحه مش هتقوم الا بالمصريين نفسهم. ده حقيقي. اللي ملاحظ الموضوع في تطور كبير حصل. طبعا السوشيال ميديا والانترنت كان دايما يتكلموا على الناس في شرم الشيخ بيرقصوا، الناس مش عارف ايه. يا اخي هم مصريين، دي فرحتهم، هو طريقه فرحهم كده. حصل تطور كبير في تعامل المصريين في شرم الشيخ والغردقه. قد ايه فهموا يعني ايه سياحه، قد ايه بدات الامور تتطور. علاقه حتى القائمين على السياحه يا رانا بيهم بقوا عارفين ومتاكدين ان السياحه مش هتقوم الا بالمصريين. انا بناشدهم كلهم ان في خلال السنتين اللي جايين ما تصرفش جنيه بره مصر، اطلع شرم الشيخ، اطلع الغردقه، اطلع الاقصر واسوان، عشان ده واجب وطني عليك وهتبقى حاجه كويسه جدا. ده اكيد طبعا. معانا ايه النهارده يا رنا؟ احنا معانا النهارده نصيحه لكل الناس هيقدمها لنا الدكتور محمد العالم، زميل جامعه اخن المانيا لعلوم الليزر وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. نشوف النصيحه ونرجع تاني. هنتكلم النهاردة عن علم تجميل الأسنان، وده علم موجود في كثير من الدول. النهاردة تجميل الأسنان بقى بيمشي بطريقة فيها تكنولوجيا عالية جدا، وبنعمل دلوقتي حاجة اسمها تصميم الابتسامة أو السمايل ديزاين. ده بيتعمل بره فك المريض وبره وشه خالص بناء على مقاييس معينة بنختار بيها شكل الأسنان وألوانها، وبالتالي بنبتدي نوفق بطريقة التجميل بتاعتنا على شكل المريض قبل ما يبتدي يشتغل خالص. وبنبتدي نوري المريض بتاعنا قبل ما بنشتغل الحالة هتبقى ماشية ازاي، وهناخد كام جلسة، والموضوع هيخلص في وقت قد ايه، وما مدى صلاحيته دي، هيقعد معاه وقت قد ايه، وهل هو محتاجه او لا. ان في كثير من الناس بيفتكر ان هو محتاج عمليات تجميل في الاسنان وبتبقى مشكلة مش مشكلة اسنان خالص. فالنهاردة نبتدي نسأل عن السمايل ديزاين، نبتدي نسأل عن مدى صلاحية الطبيب اللي معانا ان هو يعمل لها التجميل بتاعنا بأفضل وأحدث الطرق الممكنة. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية وارحب بيكم. لسه طبعا مكملين مع حضراتكم الفقرات اللي معانا. محضر لنا النهاردة ايه يا احمد؟ والله يا رنا جالنا كتير استفسارات على الفيسبوك وبرضو في التليفون. الأمهات قلقانة جدا من فكرة هل الرياضيين أكثر عرضة لنوبات توقف القلب المفاجئ ولا لا؟ خاصة بعد الفترة الأخيرة ابتدوا إن هم يسمعوا توفى لاعب فلان بسكتة قلبية أو حد معين، فده سبب تخوف. عاوزين يعرفوا هل ده فعلا حقيقي ولا لا؟ هو إحنا عاوزين نعرف يعني إيه توقف القلب المفاجئ. هو توقف القلب المفاجئ ده بيكون القلب ليه ضربات، بيضرب ضربات القلب بانتظام نظم معين. بيحصل اضطراب في ضربات القلب، ده أحيانا بيبقى عنيف قوي يؤدي إلى توقف ضربات القلب، وبالتالي توقف الدم يروح للمخ أو الأعضاء الحيوية كلها وبتحصل الوفاة. ضربات عنيفة دي بمعنى يكون ضربات القلب شديدة يعني سواء كانت سريعة. بصي هو القلب بيضرب بشكل منتظم. سواء بقى تضرب سريعة أو يتوقف ضربات القلب في مشاكل كتير، إما تسارع أو تباطؤ. المهم ان بيحصل اختلال في النظم الانتظام ضربات القلب ويحصل توقف القلب. طيب هل الرياضيين أكثر عرضة لده؟ ده مش حقيقي.
هو الناس كلها عرضة لتوقف القلب المفاجئ، وبالتالي احنا عاوزين نعرف ايه العلامات او الحاجات اللي تنذر بان احنا نحمي اطفالنا او نحمي اي حد بيمارس رياضة من الموضوع ده. هل في اختبار واحد حقيقي ينفي هذا الكلام او يخلينا نخلص من هذا الموضوع؟ لا، هو الدور دور مجتمعي في النهاية. اول هام ان احنا لازم اي حد هيقدم على الرياضة على الاقل ان احنا نتكلم معاه مع طبيب مختص في امراض القلب، يبدأ يتكلم معاه اذا كان في اي مشاكل في الاسرة او تاريخ مرضي في العيلة. يعني اساسا في عامل وراثي. بالضبط، ان يكون في عامل وراثي او ان ده يكون اتكرر في العيلة نفسها فيبدأ يتعامل معاه. الحاجة التانية طبيب قلب مختص يبدأ يسمع بالسماعة على الاقل، ودي تبقى الخطوة الاولانية. نيجي بعد كده ازاي نحمي الناس اللي بتلعب رياضه. طبعا اي في بعض العلامات بتشوفها الام على طفلها بتبتدي تقلق، زي مثلا ان يجي له نهجان بشكل كبير مع اي رياضه، او ان يحصل فيه تعب شديد في اثناء ممارسه الرياضه، يعني نهجان او تعب شديد غير متناسب مع الرياضه، يعني تلاقيه مثلا يجري 10 متر يبتدي يتعب ويبتدي ينهج. الحاجة التانية إذا كان في ألام في الصدر، الحاجة اللي ممكن يحصل إغماء أثناء ممارسة الرياضة، يحصل إغماء. طيب ده نتيجة هبوط ولا إيه؟ نتيجة مشاكل في القلب هيحصل إغماء، نتيجة لما يحصل يلعب رياضة يحصل تسارع جامد في ضربات القلب، ممكن تصل لدرجة إن يحصل في القلب توقف لمدة ثواني. فيبقى أي علامة زي النهجان، زي التعب، زي الإرهاق الشديد أثناء ممارسة الرياضة، زي الاغماء اللي بيحصل اثناء ممارسه الرياضه، هنا دول اللي بيتحط، دول بقى لازم ناخدهم نعمل لهم رسم قلب ونعمل لهم موجات صوتيه على القلب لاستبعاد اي مشاكل ممكن تكون عندهم في القلب. يعني على اساس ان لو عندهم مشاكل يلعبوا رياضه او يمارسوا الرياضه بس بطرق معينه بقى. بالظبط كده، بس لازم يكون في فحص كويس عشان يتعمل فايل لكل طفل من دول. يبقى ده الدور بتاع الاب والام والكابتن في التدريبات والمدرس. اذا لاحظت على طفل اي حاجه من الحاجات دي حاول تبتدي ان انت تعرضه على طبيب عشان تسجل ان هو ممكن يحصل له اي مشكله او عنده مشاكل او كسور في حاجه معينه. بالظبط. الدور المجتمعي بقى بتاع وزاره الصحه ان هي تعمل دورات تدريبيه للانعاش القلبي الرئوي. احنا نقدر ننقذ من كل 10 هيجي لهم توقف في القلب المفاجئ نقدر نحمي 5. يعني نقدر يعني نحمي 5 50%. 50%. فبالتالي يبقى لازم يتعمل دورات لانعاش القلب الرئوي. الموضوع بسيط جدا، اي حد يقدر يعمله في المدرسه، في المول، في اي مكان يتواجد فيه ناس في النادي، نقدر الناس كلها تقدر تعمله، فهتحمي ناس كتير. فبالتالي ما تقلقوش، مفيش اكثر عرضه ولا حاجه لتوقف، لان الناس كلها عرضه لحاجه زي كده، ولكن يعني الرياضيين مش ازيد ولا حاجه، ولكن تلاحظي على طفلك اي تغير اثناء ممارسه الرياضه. هنا الطفل ده لازم يزود في الفحوصات شويه، يعني يروح لدكتور برضه. وعلى فكره مش بالضروري انه يكون عنده حاجه، ولكن احنا هنا بنستبعد ان هو يكون عنده حاجه، يعني نعتبرها للاطمئنان. للاطمئنان هيعمل موجات صوتيه على القلب وهيعمل رسم قلب، وهنا نقدر نحمي اطفالنا اللي عندهم خطوره اعلى شويه من اي مشاكل بعد كده ان شاء الله. ونتمنى طبعا ان كل ام تاخد بالها من اطفالها، وزي ما قلنا ليه الاطمئنان، مش شرط ان يكون في حاجه معينه او مرض معين او شايفه ابنك بينهج او بيتعب يبقى خلاص في حاجه خطيره لا قدر الله. لا، الحمد لله كله بيبقى بخير، لكن الفحوصات والاجراءات في اولها بتكون افضل بكتير. طيب الفقرات اللي معانا ايه النهارده؟ الفقره الاولى هتكون معانا هنتكلم على تاثير مرض السكر على العين، وقد ايه الامور بقى فيها تطور كبير، والعلامات البسيطه بتحمي العين من مشاكل اكبر، وبقت الحلول بقت بسيطه وامنه، مع الاستاذ الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحه العيون بكليه طب جامعه الازهر. الفقره الثانيه بقى على فكره مهمه جدا جدا لكل الناس، وخاصه طبعا اصحاب السمنه المفرطه، هنتكلم عن المفاهيم الخاطئه للسمنه المفرطه. الفقره دي هيكون فيها استاذ دكتور حسين صابر استشاري جراحه التجميل وجراحه السمنه المفرطه بعد الفاصل، خليكم معانا. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. كلنا عارفين ان في امراض كتير بتيجي مع التقدم في العمر، وبتكون زي السكر زي الضغط، كلها بتسبب مشاكل، ومع الاهمال الخطوره بتزيد اكتر. يا احمد الحقيقه كلامك مظبوط يا رنا، احنا عاوزين نتكلم انت عندك مرض السكر او الضغط، ازاي الفحص الدوري طول الوقت هو اللي بيحميك من ان يحصل لك اي مشاكل في العين، بالاضافه الى هنقول لك ايه العلامات اللي ممكن تحصل تعرفك ان انت عندك
ميه بيضاء او تليف شبكي، وقد ايه حصل تطور كبير جدا في علاج الميه البيضاء او التليف الشبكي. اصبح يعني مش متخيل ان في خلال 5 دقائق ممكن تتخلص من الميه البيضاء، فده تطور كبير. كل ده هيكلمنا عنه الاسم الكبير في عالم طب وجراحه العيون، الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار بالليزك. منورنا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا باستاذ رنا. اهلا بحضرتك دكتور. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. منورين. ربنا يخليك. طيب دكتور، يمكن في البدايه عايزين نعرف امتى السكر بيسبب مشاكل على العين، يعني كمان اذا المريض يعرف ازاي مريض السكر لو وصل كام هو كده خلاص عنده مشاكل على العين. هو حضرتك سؤالك مهم جدا، احنا لازم نركز النهارده على حاجات الناس فاهمها غلط. يعني مش معنى ان السكر علي بقى 500 يبقى انا سكري بوظ الشبكيه بتاعتي، لا ملوش علاقه خالص بالموضوع ده. العلاقه الاساسيه ان السكر بيعلى كم مره في الشهر، يعني افرض انا سكري طول السنه كويس وجالي مره السكر عالي، دي مش حاجه تخوف. وطبيعي السكر لما بيوصل ل 500 انا بزغلل وبدوخ وبحس ان انا نظري مش شايف، بس بقعد يومين ثلاثه وبرجع كويس. فاهم حاجه في السكر ان هو يكون منتظم طول السنه، وقد ايه طول السنه عالي، او عشان كده بنعمل السكر التراكمي اللي بنعرف منه السكر في خلال الثلاث شهور عالي قد ايه في السنه، انما عالي مره ما تخوفناش. وعايزين نقول حاجه تانية الناس عارفينها غلط برضو، ان السكر الواطي مشاكله زي السكر المرتفع بالظبط، يعني السكر اللي تحت ال 100 مشاكله زي السكر اللي فوق ال 400 بالظبط، عشان ما يقولش ده انا سكري 90 80 على طول، ما ده مش حلو. فالسكر لازم يكون ما بين ال 100 وما بين ال 200. يعني معنى كده السكر كان مظبوط طول السنه انا عينيا في حمايه، ولا مفيش علاقه ما بين الرقم بتاع السكر ومشاكل العين؟ الحاجات اللي بتعرض العين لمشاكل من السكر هو طول فتره السكر، يعني اكتر من 10 سنين يبقى انا كده خلاص دخلت في خطوره. السكر طول الوقت مش منتظم، يعني عندي طول السنه منظمه شهر ولا حاجه ولا شهرين، وطول السنه بايظ. يقول لك انا سكري 300 350، ده طبيعتي مفيش حاجه اسمها كده. كل عينين السكر بيقولوا الكلمتين دول، انا سكري 300 طول عمري، ده حلو قوي ال 300 ده بالنسبه لي. طبعا مفيش الكلام ده. مهم جدا لو عندي السكر لازم اتابع الدهون في الدم، واتابع وظائف الكلى، وتابع الضغط. تمام. الثلاث حاجات دول مهمين قوي. طب ازاي بقى السكر اصلا بيأثر على العين؟ يعني هو بيأثر ازاي؟ يعني ايه بيأثر على العين؟ تمام. وهل ممكن تأثير السكر على العين ده يصل لفقدان البصر؟ هو احنا النهارده كلامنا كله عايزين نقول ان السكر ممكن يسبب عمى، وان احنا ممكن نعالج العمى ده ويرجع الانسان يشوف تاني. يعني من الحاجات القليله في الرمد او في طب العيون يعني ان احنا الامراض تسبب العمى ونقدر نعالج العمى ده تاني. يعني المايه البيضاء من الحاجات اللي بتسبب عمى مؤقت، الواحد يبقى مش شايف خالص بسبب المايه البيضاء، لو عملت له عمليه بيرجع يشوف. السكر بيسبب تليفات ونزيف، بيسبب عمى مؤقت، واحد ممكن يصحى من النوم الصبح يقول لك فجاه مش شايف بعين اليمين مثلا من السكر. ممكن نعمل له عمليه يرجع يشوف تاني. امل كبير جدا. فالنهارده لازم نعرف ان السكر مش بيسبب العمى ونسكت عند الجمله كده، لا بيسبب العمى اللي ممكن نعالجه. العمى اللي ممكن ان هو يتعالج، يعني عمى مؤقت مجرد العلاج يرجع يشوف تاني. وبيسبب العمى اللي احنا ممكن نتفاداه. يعني ممكن انا اتابع كويس قوي قاع العين، واتابع مع دكتور السكر، واتابع مع دكتور العيون، ما يجيليش العمى اللي انا خايف منه ده، لان كل الناس اللي عندها السكر عندها الرعب ان انا في يوم من الايام مش هشوفه. قاع العين كله عباره عن الشبكيه، والشبكيه دي عباره عن شرايين دقيقه جدا، والسكر لما بيأثر في الجسم بيأثر على الشرايين الدقيقه دي اللي موجوده في اطراف ايدينا، واللي موجوده في الكلى، واللي موجوده في قاع العين. فاول ما بيأثر على الشرايين بتبدا الشرايين دي ترشح بقى تعمل ارتشاحات، او تبدا تنزف تعمل نزيف في قاع العين. يعني معنى كده الفحص الدوري لمريض السكر ده هو رقم واحد. هو حضرتك احنا دايما نقول لمريض السكر لو انت لاحظت ان عينك فيها مشكله يبقى انت كده يعتبر بدات متاخر شويه. طب لازم انت دي تكشف قبل ما تحس. يعني ايه الاعراض؟ اول حاجه لازم يعملها مريض السكر ان هو يكشف قاع عين باستمرار كل سنه على الاقل، زي ما بيكشف عند دكتور السكر زي ما بيكشف عند دكتور القلب بتاعه. لازم يكشف حتى لو ما بيشتكيش بعينيه. طيب هو ما كشفش، هيبدا يلاحظ ايه الاعراض؟ اول حاجه يلاحظها لو عنده ارتشاحات في الشبكيه، يلاحظ ان الوشوش ما بقتش واضحه زي الاول. يقول لك انا بقى واحد جاي عليا عارف ان في راجل جاي بس مش عارف هو مين، في واحده جايه عارف من لبسها انها واحده ست بس مش عارف وشها مين، ملامح الوشوش بدات تتلخبط، يتفرج على التلفزيون مش عارف الممثلين من بعض، يقعد قدام التلفزيون شريط الاخبار بالنسبه له متلخبط، يجي يقرا ويكتب يلاقي في حاجه مزغلله على الكلام، يلاقي السطور مزغلله منه شويه. دي بدايه ارتشاحات في الشبكيه من السكر. يعني معنى كده مفيش اعراض واضحه ولا الم ولا يعني هي كلها اعراض تتعلق بالنظر. تمام. يعني مش لازم يحس بقى ان يعني وجعاني ومش قادر اتحرك عشان يبتدي يتحرك. يعني مجرد التغيرات يعني مفيش الم بتاثر. ده احنا لسه هنقول بقى المرحله الثانيه بعد ما بدا يشوف الصوره مزغلله، هيبدا يشوف لو عنده نزيف في جسم زجاجي او نزيف في الشبكيه، يبدا يشوف جزء من الصوره معتم. اللي الناس بتسميه ساعات الذبابه الطايره او الذبابه السوداء. يبقى قاعد شايف الصوره كلها واضحه وعنده حاجه هنا سوداء مكلكعه كده، كل ما يتحرك تتحرك معاه.
الذبابه السوداء دي بتبقى دايما يقولوا في حاجه مخيلاني حاجه راح جايه معايا سودا كده فسموها الذبابه الطايره عشان هي شكل الدبانه سودا وبتتحرك معاها بتروح وتيجي معاها دي بتبقى نقطه نزيف حصلت في قاع العين واقفه قدامه في الصوره كل ما يتحرك بتتحرك قدامه وده نوع بسيط جدا وعلاجه برده بيبقى هنقول ازاي دلوقتي كل العلاج الحاجه الثانيه يبدا يلاحظها ان النزيف يكون اكتر من نقطه يكون نقط كتير جدا ولو جاي قدامه كمان في مركز الابصار يبقى قافل معاه الصوره بنسبه 80% شايف من الجناب بس مثلا الحاجه اللي تخوف اكتر في النزيف واللي بتخلي الناس تتخض جدا وتجري بقى للدكتور الحقني اللي حضرتك قلت عليها من شويه دي ان هو يقول لك عيني اليمين سودا ده نزيف بنسبه 100% بقى عنده كميه نزيف كتيره جدا مالت عينه من جوه فالصوره كلها بقت مقفوله من عين وعين شايفه عادي ده اللي هو اهمل نفسه بقى يعني تخطى كل المراحل دي كلها فنزف عينه نزفت ونزفت لان شعيراتها ضعيفه لا عمل لها ليزر ولا عمل لها حاجه قبل كده ولا بيعالج السكر كويس ولا مهتم فالشعيرات الدمويه ضعيفه قوي فشريان منهم فتح فعمل كميه دم تخضه ولكن مش خطيره يعني هي بتخض المريض لان واحد يصحى من النوم مش شايف وخصوصا لو كان مثلا المريض ده اصلا ما عندوش غير العين دي يعني هو اصلا مريض بعين واحده مثلا والعين الثانيه ما بتشوفش كويس والفجاه العين اللي بتشوف دي كمان صحي الصبح لقاها ما بتشوفش فطبعا ده بيبقى عنده خضه يقول لك انا شفت العمى بعيني هو شايف العمى فعلا فعلا شايف نايم سليم قام مش شايف حاجه فتفضل وحدها كفايه اه بالظبط الحاجه الثالثه بقى بنخش في مرحله التليفات ده كده احنا عمالين نحكي هو بيتاخر ده نزيف بص حضرتك هو بيتاخر يعني هو الاول كان ما عندوش حاجه المفروض يكشف عشان انا لو عنده حاجه اشوفها هو ما جاش وبعدين بدا يجي له ارتشاحات فشاف الوشوش ملخبطه والكتابه مزغلله وما جاش وبعدين بدا يجي له نقطه نزيف فسال صيدلي او سال صاحبه في الشغل فقال له حط القطره دي ذبابه طايره وما جاش فالنزيف بقى كميه كبيره تمام كده او النزيف شويه الحاجات الصغيره دي اتحولت من نزيف لتحول لتليفات فيبدا هو يلاحظ بقى ان في جزء عنده من الصوره مختفي يعني يقول لك انا واحد بيعدي جنبي ما بشوفوش مثلا ويعني ايه تليف يعني يعني ايه حصل يعني فقد حيويته الجزء ده فقد حيويته خالص يعني حضرتك احنا عندنا العين من جوه تلتين الخلفيين من العين دول فراغ اسمه الجسم الزجاجي ده فاضي خالص مليان بحاجه اسمها الجسم الزجاجي شفافه والشبكيه مبطنه العين من جوه زي ورق حيطه كده تمام كده المكان اللي ما بين الجسم الزجاجي والشبكيه ده مكان شفاف اللي هو الصوره بتعدي منه ونشوف الصوره واضحه من كتر النزيف والالتهابات والسكر والتليفات بقى تحصل في المنطقه دي فيتحول النسيج ده من نسيج شبكي للتليف يعني نسيج مش حي يعني بدل ما هو شفاف بيبقى بنقدر نقول هو بيبقى في عتامه او غامق يعني حاجه لما يحصل لنا جرح في جسمنا في اي حته الجرح ده بيقفل بتليف الحته البني اللي بتبقى طالعه دي فشوف ده جرح قفل بتليف فبقى الحته دي انت مش حاسه بيها مثلا مش حاسه بيها مش حي فالحته دي في العين انت مش شايفه بيها يعني المكان ده انا مش شايف بيه يعني ده تليف ده خلاص ما بقاش نسيج شبكي اللي بيشوف بقى نسيج متليف اللي ما بيشوفش مشكلته في ان هو مش بس ما بيشوفش مشكلته ان هو كمان التليف ده نشط في مرضى السكر فيبدا يتحرك من تليف ثابت لتليف يعمل انفصال شبكي يعني شوف احنا عمالين كل ما يسكت كل ما الامور بتتدهور مش بتتطور بقى دي بتتدهور لان السكر ما بيخفش هو حضرتك مريض السكر ما بيخفش من السكر هو بينظم سكره. فطول ما منظم سكره ومتابع عينيه طول ما الامور ماشيه كويس. اتحول لتليف بقى هنبدا نلاحظ يا دكتور احمد ان هو عنده جزء من الصوره مش شايف منه. يعني يقول لك انا حاسس ان في ستاره نازله على عيني من فوق، في اللي معدي جنبي مش بشوفه يعني بتفاجئ ان حد جنبي بخبط فيه مثلا، بقى انزل السلم لازم ادور على السلمه. عنده مجال الرؤيه بدا يقل منه اجزاء، لان في اجزاء ما بقتش شغاله كشبكيه بقت متليفه. طب احنا كل الحاجات دي هتودينا لفين بقى؟ هنشخص ازاي بقى؟ يعني احنا طبعا في مرحله بعد التليف بقى مرحله لا قدر الله اللي هي بقى ميه زرقاء وان العين بدا العصب البصري يحصل فيه ضمور، دي قصه بقى يعني ايه ده اللي هو كده بقى ساب نفسه بقى لو مش عاوز يتحرك خالص اللي هو ساب نفسه 10 سنين مثلا عشان بس الناس ما تفتكرش ان الكلام ده بيحصل في يوم وليله. ده واحد ساب نفسه 10 سنين وممكن يروح للدكتور يقول له عندك علاج كذا يخاف يعمله فما يعملش وعندك عمليه يهرب ف فده موضوع محتاج اهمال 10 سنين عشان بس ما حدش يتخض ويفتكر ان ده يوم وليله يعني. لدي خالص ان شاء الله. طب احنا النهارده هنبدا الاول نكشف على المريض ده وهو جاي يتابع متابعه دوريه، انسان واخد باله من نفسه وخايف على صحته بيتابع. بدات اشوف عنده ارتشاحات، بدات اشوف عنده بدايات شعيرات ضعيفه لسه ما نزفتش، لازم بسرعه يعمل ليزر اللي هو الليزر الارجون. ليزر الارجون ده جلسه ليزر بتتعمل وهو قاعد في العياده ما بتاخدش 5 دقائق. دي في البدايه خالص. جلسه ليزر هو قاعد في العياده لا في اوضه عمليات ولا في حاجه خالص. ولا مؤلمه ولا اي حاجه، الاجهزه دلوقتي بقت متطوره جدا لان اللي بيسمعونا وعملوا الليزر قبل كده ارجون بيحسوا بالم في اثناء الجلسه. في اجهزه دلوقتي ما فيش فيها الم خالص. يقدر يعمل بدل ما يعمل 3 جلسات بيعمل جلسه واحده وبدون الم كمان. بيعمل جلسه الليزر والامور تمام وبيتابع تاني بعد 6 شهور او بعد سنه. جلسه الليزر دي على اساسها بيتم تحديد ايه؟ على اساسها الحتت الضعيفه في الشبكيه بنقويها بالليزر. يعني الشبكيه دي مساحه كبيره جدا مش كلها بعمل لها ليزر، بعمل على الحتت الضعيفه بس.
بحدد الحتة الضعيفة دي ازاي؟ عن طريق الكشف وعن طريق اشعه اسمها فلوروسين. احنا معانا صور ممكن نشوفها دلوقتي، صور للفلوروسين، في صور معانا الفلوروسين ممكن نشوفها. دي مجرد عباره عن صبغه بتتحقن للعيان وبتوصل لشرايين العين. شوف حضرتك الصوره اللي هي على شمالنا الاحمر دي، دي صوره قاع العين العادي، والناحيه الثانيه دي صوره قاع العين بالفلوروسين. تلاقي الصبغه خرجت من الشرايين وعملت البقعه البيضه دي، فدي معناها ان الصبغه بتخرج من الشرايين، ده معناها ان الشرايين ضعيفه في الحته دي. تمام. فبدات الصبغه تطلع بره الشرايين، كأن مية ماشية في مواسير والمية دي بتخرج من مواسير دي. دي صورة تانية. فبدأت يحصل الخط الأسود اللي تحت ده نزيف، ده اللي يبقى العين شايفه إن هو الذبابة السوداء. يبقى كل ما يتحرك يلاقيه ثابت معاه في الصورة. فعندك الحتة البيضة دي ارتشاحات وعندك الحتة السوداء دي نزيف. بنيجي حوالين المكان ده بالليزر ونقويه بالأرجون ليزر جلسة ونقول له روح. دي تعتبر حالة في بدايتها دي يا دكتور محمد؟ دي في بدايتها، ومركز الإبصار عنده حلو جدا والعصب كويس قوي، وهتلاقي نظره ممكن يكون 6-6 وعايش حياته ويكمل بيها 20 سنة كويس. لكن المشكلة في موضوع الذبابة الطايرة دي اللي هو نتيجة النزيف اللي موجود. بنسبة 90% بيبقى نزيف موجود زي اللي شفناه ده كده. ولو أهمل هيتحول لجزء الأسود ده، لو ما اتعملوش ليزر يتحول لتليف، والتليف يعمل الانفصال، والانفصال يبدأ ياكل جزء من الصورة. يبقى الليزر هو البداية الأولانية في الناس البسيطة. بدري اللي جدا الحق على طول. طب دلوقتي بعده على طول غير الليزر، لو عندنا ارتشاحات كتير قوي أو تليفات كتير قوي وخايفين نعمل ليزر علشان ما يحصلش نزيف منه، في حقن. عايزين نقول في الحقن يا دكتور احمد النهارده والاستاذ رنا كلمتين مهمين قوي. الحقن ده يا جماعه ما هو زي الانسولين، مفيش حاجه اسمها كل شهر اروح احقن. لا، الحقن احنا بنحقنه مره ونعيد الاشعه تاني، جاب نتيجه كويسه خير وبركه، جاب نتيجه نص نص بنحقن كمان مره، انما ما جابش نتيجه ما حقنش تاني خلاص. لان انا بيجي لي ناس حقنين 14 مره يا دكتور احمد، لا راحه جايه بلا سنه بتحقن 14 مره، والحقن غالي جدا مش رخيص، غالي و14 مره بيحقن. المشكله بقى ان هو مش مفيش نتيجه، بياخد مضاعفات الحقنه. الحقنه دي دواء، هو بيبدا يتعرض لمضاعفاتها انه خد جرعه عاليه في خلال سنه مثلا، اتحقن كل شهر في 12 مره في السنه، دي جرعه كبيره جدا. طب البديل بقى يا دكتور محمد؟ طيب حقن مرتين ومفيش نتيجه، ايه البديل؟ مفيش نتيجه، يبقى احنا لازم نتدخل نعمل دلوقتي اللي احنا عايزين نركز عليه قوي بقى النهارده، اللي هو الجهاز الحديث اللي بنعمل بيه عمليات الشبكيه والجسم الزجاجي. اللي هو احنا بنسميه بدون جراحه، لان هو فعلا ما فيهوش جراحه. المكان اللي بنشتغل منه بمكان يعني سمكه زي سمك ابره الانسولين كده. شوف حضرتك رفيع جدا، وبنقدر نعمل منه العمليه في وقت اقل. كنا زمان بنعمل العمليه في ساعه وساعتين وثلاثه، دلوقتي العمليه ما بتكملش نص ساعه، والعيان بيقدر يرجع حياته ثاني يوم من العمليه كويس جدا وشايف واموره متحسنه قوي. بنقدر نعمل ايه في العمليه دي؟ نقدر نشيل كل النزيف اللي موجود على الشبكيه، نقدر نشيل كل الاماكن اللي حصل فيها بدايات تليف، نقدر نمنع النزيف اللي يحصل بعد كده بالعمليه، اقدر اعمل ليزر لكل اماكن الشبكيه اللي تخوفني، والعيان ده ما يحتاجش حاجه بعد كده طول حياته. ويرجع النظر زي الاول؟ ويرجع في المرحله اللي جالي فيها. ما حضرتك هو جاي لي في مرحله بقى له 10 سنين مهمل، ولا جاي لي وهو واحد بيتابع وحالته كويسه والسكر بقى له فتره يعني قريبه؟ رجوع النظر مرتبط بمرحله التدهور اللي هو كان مرتبط طبعا بكميه الاهمال اللي اهمل. حضرتك ساعات بيجي لي واحد عنده عين، دكتور محمد عاوزين نتفرج عليه. حضرتك جي لي واحد عنده عين راحت من السكر خالص ما بيشوفش بيها، والعين الثانيه فيها مشاكل ولسه ساكت، ما هو ده برضو اهمال. احنا عايزين النهارده نركز على الحته دي. يعني خلاص بقى، يعني اللي اتقرص من حاجه بيتابع في الثانيه كويس جدا وشوف. يعني مظبوط كده، بس كله في امل يعني، يعني كله في امل، يعني كله في امل نشوف. والجهاز الجديد بقول لحضرتك اللي هو اسمه 25 و27، ده جهاز احنا بنشتغل بيه للشبكيه، ده حديث جدا ودقيق جدا ومفيش منه خطوره، وقت العمليه قليل قوي، وحتى في ميزه ان احنا بنشتغل بنج موضعي. يا دكتور محمد، ده موضوع التليفات دي كانوا بيروحوا يحقنوا فعلا رايح جاي رايح؟ بقول لحضرتك انا بيجي ناس حقنين 14 مره. حضرتك عارف يعني ما تحقن مره مثلا بكام الف جنيه و14 مره؟ ده مبلغ كبير جدا. طب مفيش نتيجه، طب في مستمر ليه؟ لا، ده في كمان اضرار من الحقن كمان. ده في كمان اضرار، بيتضر منه كمان، مش بس مفيش نتيجه، ده كمان بيضره، يعني بيلاقي نظره كل حقنه نظره بيقل، بس اللي بيقول له مالكش حل الا الحقن. دكتور محمد، يمكن في مشكله ثانيه وهي مشكله الميه البيضاء. ارتفاع السكر بيؤدي لمشاكل في وجود الميه البيضاء او بيسبب وجود الميه البيضاء؟ هو حضرتك باختصار كده عشان نقولها للناس بجمله سهله، ان السكر المهمل بيأثر على العين من اول الرموش لحد الشبكيه جوه. يعني ممكن يأثر على الرموش ويعمل التهابات في حرف الجفن، ومريض السكر عارف كده، يقول لك طول الوقت بهرش في جفني ويطلع لي دمامل، ساعات يجي لي كيس دهني، الاقي قشر على رموشي كتير، عنده سكر مش منتظم. يقول لك انا عندي حساسيه وعيني بتحمر كتير، بحس برمله في عيني وبتشك، وساعات تعمل عمص والتهابات، سكر مش منتظم. يعمل التهاب في القرنيه ويعمل قرح في القرنيه، السكر يعمل ميه بيضه بقى، وده اشهر حاجه في الدنيا. لما يجي لي واحد عنده ميه بيضه ومش لاقي لها تفسير، اقول له اعمل تحليل سكر. هو اصلا مش عارف انه عنده سكر، ويجي له ميه بيضه وانا مش لاقي لها تفسير، اقول له اعمل تحليل سكر، بيطلع عنده سكر بنسبه 60% من الناس بيطلعوا كده. اول اكتشاف للسكر ان هو عنده ميه بيضه.
عندنا حته مهمه جدا في الميه البيضاء لمرضى السكر، ان مريض السكر دايما معروفه لكل الناس اي عمليه جراحيه بالنسبه له بتمثل خطوره. بتمثل خطوره من ناحيه البنج، بتمثل خطوره من ناحيه الجرح. تمام كده؟ ان هو خايف على الجرح يلتهب عشان سكره. النهارده بنعمل ميه البيضاء ببنج موضعي او بنج سطحي، يعني مفيش خطوره من البنج لا على قلبه ولا على مخه ولا حاجه. العمليه بتاخد من 5 دقائق لـ7 دقائق. العيان بيقدر يمارس حياته في نفس اليوم، يعني بعد ساعتين بقول له شيل الغطاء من على عينك وتحرك عادي. مفيش جرح اصلا يا دكتور احمد، يا استاذ رنا، مفيش جرح خالص. الجرح عباره عن مكان 2 مللي او 2 مللي ونص، ده اقصى مكان ممكن نشتغل منه، ولا بيتاخد فيه غرز ولا بيحتاج فتره نقاهه طويله ولا حاجه خالص. كانه داخل يعمل اشعه او خارج، يعني 5 دقائق 10 دقائق وخلاص. والله حضرتك احنا في ساعات واحد يجيب لي والدته خايفه مثلا من العمليه، فيقول لي قول لها ان احنا هنعمل لك اشعه عشان هي خايفه تخش، وندخلها على انها دخلت تعمل اشعه وتطلع ونقول لها عملتي مبروك. تقنيه واجهزه حديثه يا دكتور؟ دي اجهزه حديثه جدا. احنا كنا الاول بنشتغل بالفيكو العادي، دلوقتي احنا بقينا بنشتغل بالفيكو اللي هو الحلزوني بيسموه، او بنشتغل كمان بالفيمتو فيكو. ده الفيمتو فيكو ده ادق واحسن هو صحيح وقت العمليه اطول شويه من الـ7 دقائق، ولكن هو نتائجه اعلى كمان من الفيكو العادي، وخصوصا في مرضى السكر. هو بيحسوا بيه الميه البيضاء، بيحسوا بيه اصلا. انا اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، ان مريض السكر بيحس بالميه البيضاء اكتر من اي حد تاني، لان هو دايما عارف ان سكره وهو متلخبط بيأثر على عينيه، ودايما خايف على نظره اللي يروح، ودايما خايف لحسن اتعمي زي فلان اللي جاله السكر واهمل فدايما قاعد مراقب نفسه قوي قوي قوي، فيلاحظ حاجتين مهمين قوي نقولهم له. يا اما الصوره قدامه ما بقتش زاهيه زي الاول، حس الحاجه بهتانه، الالوان بهتانه، الدنيا مصفره شويه. يا اما الحاجات اللي كان بيقدر يشوفها بوضوح ما بقاش قادر، يعني كان واقف في البلكونه يبص مثلا على الشارع ما بقاش شايف الناس اللي في الشارع واضحين، اتفرج على التلفزيون ما بقاش شايف التلفزيون زي الاول، بيقرب من الحاجات، نظارته مش مريحه بيغيرها كتير، كل شهر والتاني رايح يعمل قص نظاره عشان دي علامه مريحة. مهمه جدا تغيير النظاره بشكل مستمر، فده لازم ياخد باله ان ده غالبا ميه بيضاء. احنا معانا فيديو على فكره بيورينا قد ايه حصل تطور في 5 دقائق نقدر نتخلص من الميه البيضاء. معانا فيديو نتفرج عليه. نتفرج عليه. شوف حضرتك هتلاحظ في الفيديو ان احنا يعني تقريبا الوقت العمليه قليل جدا، تقريبا مفيش جراحه، احنا جايبينه انيميشن عشان احنا ما بنحبش طبعا نكوف الناس من منظر العمليه. حضرتك شايف الليزر بيحدد مكان الميه البيضاء ويخططه، الدوائر اللي حضرتك شايفها دي بيقدر يخلص على العدسه بتاعه العين، بدل ما هي كتله كبيره يخليها اجزاء صغيره نقدر نشفطها في ثواني، يفتتها هو الليزر. والموضوع ما بياخدش وقت طويل. يعني هنا ايه ده يا دكتور؟ ده اتشفطت، يعني احنا بعد ما فتتناها لشكل الدوائر ده اتشفطت بالجهاز. شوف حضرتك في اقل من 3 ثواني اهو. شوف حضرتك برضه هنا ده شكل تاني برضه اتقسمت بالجهاز واتشفطت. شوف حضرتك ده بتتقسم 4 ارباع وكل ربع بيتشفط في اقل من نص هو نفس يعني. الجهاز يقدر يعمل الحاجتين، يقدر يعمل كده، اقدر اشتغل بيها كده، اقدر بالظبط كده. وبعد ما بنخلص بنحط بقى العدسه اللي بنحطها داخل العين، ولازم نعرف الناس ان العين بتاعتنا كلنا فيها حاجات. انا عندي عدسه، حضرتك عندك عدسه، وحضرتك العدسه دي لما بتعتم هي دي الميه البيضاء. فطبيعي لما اقول لواحد هعمل لك ميه بيضاء يبقى انا هشيل عدسه العين اللي عتمت، فلازم احط له مكانها عدسه عشان ترجع عينه على نفس التركيبه اللي كانت عليه. مفيش حاجه اسمها اعمل لي العمليه يا دكتور بس بلاش العدسه. دي معلومه مهمه يا دكتور، لان لحد قريب جدا في ناس كانت لسه متخيله ان الميه البيضاء يعني هيشوف ميه لونها ابيض في عينيه، يبص في المرايه يشوف. يعني حضرتك بتقول دي معلومه مهمه جدا، عشان كان زمان ما كانش فيه تطور، فكانت العمليات جراحه، فكان بنستنى على الميه لما تستوي. فكان حضرتك الميه بتوصل لدرجه انك قاعده شايفه الميه البيضاء في عين اللي قدامك انها نقطه بيضاء، فسموها ميه بيضاء. ما بقيناش دلوقتي بنشوف الشكل ده، لان احنا اول ما بنشوفها بدري بنلحقها بدري بالاجهزه الحديثه. العمليه بتبقى ادق واسرع، والعيان بيرجع يشوف حياته احسن، يعني هيقعد متعذب ليه سنين بالميه البيضاء اللي عماله تزيد مع الوقت. عايز اركز مع حضرتك على حته مهمه تاني النهارده، على التليفات الشبكيه. معلش الجهاز ده مهم قوي، لان الجهاز ده جديد والناس عندها عقده جامده جدا من عمليات الشبكيه، والناس متخيله ان عمليه الشبكيه دي يعني اعملها وانت وحظك، مفيش حاجه اسمها كده. اعملها والنتيجه ما اضمنهاش، مفيش حاجه اسمها كده دلوقتي، النتيجه مضمونه. واحنا بنبقى عارفين من قبل العمليه مين هيستفيد ومين مش هيستفيد، وهيستفيد قد ايه، وبصارح العيان قبلها. العمليه ما بتاخدش وقت طويل، لازم اكد على الموضوع تاني. العمليه بتخلي الانسان يرجع حياته طبيعي في خلال ايام، بعد ما كان بيرجع بعد شهر ونص وشهرين. العمليه بترجع النظر تاني بنسبه 90%، بيرجع يشوف 6-6 تاني، يقدر يشوف كده. التليفات بتختفي تماما وما بترجعش تاني. يا دكتور احنا دايما بنستفاد طبعا من وجود حضرتك معانا، وكل مشاهدينا بيستفيدوا. بكده خلصت فقرتنا النهارده، اتكلمنا فيها عن تاثير السكر على العين، عرفنا قد ايه اهميه الاكتشاف المبكر، ازاي بيفرق في علاج طبعا الشبكيه في العين. طبعا بشكر حضرتك يا دكتور، استاذ دكتور محمد داشين، استشاري طب وجراحه العيون بكليه طب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر،
استشاري تصحيح الابصار والليزك. نورتنا يا دكتور. شكرا يا فندم، متنور بيكم. شكرا مشاهدينا، انت كده انتهت فقرتنا، استنونا فقرات جديده ومتميزه من برنامجكم طيب الحياه. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، وفقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده كتير عن جراحات السمنه المفرطه، سواء تكميم او تحويل الماسور، بس الحقيقه في اقاويل كتير جدا بيتم تداولها بين الناس، دي خطيره، لا دي امنه، دي بيتم بمنظار، لا دي بتحصل بتدخل جراحي، حد تاني يقول لا ده انت هتعيش طول عمرك على الفيتامينات. في اقاويل كتير جدا والناس بقت مش فاهمه، في مفاهيم خاطئه موجوده دلوقتي يا احمد عن السمنه المفرطه. الحقيقه رنا ده كله بسبب ان جراحات السمنه المفرطه فتحت امل كبير جدا جدا لكثير من الناس اللي كانوا يكادوا يكونوا فقدوا الامل في علاج السمنه. علاج السمنه المفرطه امل كبير، بيديك حياه جديده. عشان كده هنتكلم على كل المفاهيم الخاطئه، وضيفنا النهارده انا دايما بستفيد لما اكون موجود معاه، لانه هو دايما بيحدد لي نروح يمين ولا شمال. تسمعه تبقى عارف كويس قوي انت تتوجه ازاي او ايه الشيء المطلوب ليك تعمله. هيكون ضيفنا الاستاذ الدكتور حسين صابر، استشاري جراحه التجميل وجراحات السمنه المفرطه، دكتوراه الجراحه وجراحه التجميل كليه الطب القصر العيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لجراح التجميل والاصلاح. منورنا يا دكتور. يا مساء الخير، ربنا نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك. في البدايه انا الدكتور حسين دايما بيحط لنا سكيمه كده، او ازاي كل واحد يروح فين، يعني يعمل تكميم، يعمل تحويل مسار، يمشي على الدايت، يعمل ايه بالظبط. فعايزين نفكر المشاهد عشان يبقى معانا على الطريق، ايه السكيمة دي، او ايه الطريقه دي، التصنيفه. ما احنا عملنا الخريطه، سميناها الاول خريطه السمنه المفرطه او السمنه عموما اذا كانت مفرطه او ما قبل المفرطه، وقلنا كل حلول كل حاجه. ايه قلنا الاول؟ لو هي سمنه موضعيه فبنتعامل معاها على اساس هي سمنه موضعيه، بنعمل عمليات النحت لتظبيط الجسم او لنحت القوام او لشفط الدهون ده، وبنتعامل معاها بالطرق اذا كانت طرق موضعيه او طرق ان احنا نتدخل زي شفط الدهون ده. لو هي لو سمنه مفرطه بدون ترهلات، لو سمنه موضعيه بدون ترهلات. اما لو سمنه موضعيه بترهلات زي ما ضربنا مثل بالبطن المترهله بعد الولادات، فده لازم الشد مع الشفط مع الشد بالجرح اللي هو البكيني لاين ده. اما لو دخلنا بقى في مرحله السمنه المفرطه، السمنه المفرطه ديت اللي وصنفناها او قسمناها جريدز كده، ان المريض هل هو مصاب بامراض من امراض السمنه المفرطه او مش مصاب، وقلنا ايه المريض الامثل لعمليه التكميم، وايه المريض الامثل لتحويل المسار. والمريض اللي قلنا اللي هو البي ام اي بتاعه او مؤشر كتله الجسم بتاعته اكتر من 40 وغير مصحوب بعمليه السمنه المفرطه، قلنا التكميم بيبقى له احسن. لو المريض بقى مصاب بامراض السمنه المفرطه واشهرها السكر بين النوع الثاني والضغط والدهون الثلاثيه في الدم والحاجات دي كلها، قلنا المريض ده يعني بيستفيد جدا من تحويل المسار اكتر بكتير قوي من تكميم المعده. طيب دكتور، ده ده الخريطه بالظبط. طيب نوضح اكتر الفرق ما بين التكميم وتحويل المسار، نشوف الفيديوهات وحضرتك تعلق لنا عليها. بالظبط كده. اتفضل يا دكتور. ده يعني رسمه المعده اللي هي الجهاز الهضمي بدايه خالص الطبيعي جدا، والمسار الاكل الطبيعي اللي هو اول ما ينزل الاكل المعده يبقى على الجدار اللي هو الصغير للمعده، وبعدين يبقى على الجدار الكبير، وبعدين يملى المعده ويمشي عادي خالص. فده صوره توضيحيه في الاول، وبعد كده ده يمثل اللي هو ما يسمى بتكميم المعده. ليها مقاسات معينه طبعا، ده حاجه توضيحيه. بس هي لها مقاسات معينه احنا بناخدها في العمليه، بتختلف يعني من شخص لاخر. بتختلف؟ لا يعني هي المقاسات، يعني احنا بناخد مقاسات يعني من الاول للاي 12 بنحدده الاول، ناخد مقاس منه بكام سنتي، وبعدين نبدا هنا اقل حجم المعده بنسبه 70% يمكن تقريبا. لا اكتر من 70% بشويه، يعني سيبنا له 10% كده، سيبنا له 20% تقريبا 20%، يعني يقدر يستفيد منهم. يعني بالظبط كده، يستفيد منهم كمان. الجزء اللي بيتشال ده فيه يعني شرحنا الموضوع ده بالتفصيل قبل كده، اللي هو هرمون ما يسمى هرمون الشهيه. بيفرز بنسبه 80% من كميته من المكان المعده اللي احنا بنشيله ده، فالشهيه بتقل طبعا بكتير قوي،
والمكان كمان اللي احنا ال 20% المعده ده قلل الكميه اللي كان بياكلها جدا كمان. يعني احساس بالشبع بدري حتى جدا. حتى لو هو يعني خلاص هو فقد جزء كبير من الكالوريز. يعني احنا عايزين ندخل في موضوع الاساسي اللي هو البتاع، بس هو فيه اللي عايزين اوضح للمريض حاجه مهمه جدا، في فرق بين الاحساس بالشبع والامتلاء. يعني انت ما تاكلش لحد ما تبقى ممتلئ، لا، انت لما تحس بالشبع بطل اكل. الاحساس بالشبع ده احساس المخ بينبهك ان خلاص انت شبعان ما تاكلش، اما الامتلاء ده بقى هو اللي بيسبب المشاكل. يعني احساس بالشبع اللي هو ياكل خلاص انا شبعت أشبعت مش هضغط على نفسي، بيضغط على نفسه بقى ياكل، ده يرحل يوصل لمرحله الامتلاء بقى اللي هي في فيديو عن لنا المشاكل. في فيديو عن تحويل المسار برضه ده تحويل المسار، ما يسمى تحويل المسار المصغر، اللي فيه تعديلات كتيرة قوي عن تحويل المسار القديم اللي هو خلى الناس عندها لسه المفاهيم الخاطئة لحد دلوقتي. يعني تحويل المسار اللي هو ما يسمى تحويل المسار المصغر أو الميني باي باس، ده تعديل لتحويل المسار القديم اللي هو مر بتطورات كتيرة قوي لتحويل المسار ده من الستينات، بدأ يتطور لحد ما وصلنا لده. فالتحويل المسار القديم كان بيحصل فيه مشاكل الاوليه بعد العمليه على طول، وفي مشاكل على المدى الطويل. احنا ده كلها مع التطور اللي احنا وصلنا به للعمليه دي تلافينا كل المشاكل اللي كانت بتحصل على المدى القريب او المدى البعيد عن اللي كانت بتحصل مع التحويل المسار القديم. بقت امينه 100%. امينه 100%. المريض بعد العمليه ما بيحتاجش اللي هو الفيتامينات الا فتره اللي هي اول شهر بعد العمليه. المريض بعد اول شهر بيعيش حياه طبيعيه تماما. الاكل صحيح البروتينات في الاول بتتعبه شويه او بتخليها المعده تقيله شويه، ولكن مع شهر شهرين بيبقى الاكل طبيعي جدا، وده المسافه او الفتره اللي بيمشي معها على مكملات غذائيه، وبعد كده يعيش طبيعي خالص بدون اي مكملات غذائيه. لان احنا بدل ما كنا بنباي باس او بنسيب كل معظم الامعاء الدقيقه، لا، بقينا محاصرين بين تقريبا من متر ونص لمترين حسب المؤشر كتله الجسم بتاعته، ففيه مسافه كبيره للامعاء الدقيقه ان هي موجوده ان هو المريض ياكل ويمتص ويعيش الحياه بدون مكملات غذائيه وبدون برضه ما يحصل له حاله هذيان او ضعف. السؤال الحقيقه بقى اللي منتشر جدا، هل جراحات السمنه بتعالج مرض السكر؟ والله بس ده سؤال مهم جدا، وعامل يعني ضجه في كل مكان. عامل ضجه، وللاسف هو مدخل كبير قوي لبعض السلوكيات الغير منضبطه. هو الكلام العلمي اللي هو الايفيدنس بيزد ميديسن، زي ما قلنا للناس قبل كده ان احنا هنتعامل بالطرق العلميه المتفق عليها، ما يسمى ايفيدنس بيزد ميديسن. اللي هو السكر اللي بيتحسن مع هذه العمليه هو السكر من النوع الثاني المسبب نتيجة السمنة المفرطة الموجودة. فهمت. أما السكر من النوع الأول ممكن يتحسن بعض المريض ما يخس في الوزن لو هو تخين، بس غالبية السكر من النوع الأول المريض ما بيبقاش تخين، المريض بيبقى رفيع. لو حتى فرض إن هو عنده سمنة مفرطة وعملنا العملية، السكر من النوع الأول هيتحسن فقط لدرجة ما، ولكن مش هيروح. لكن النوع الثاني الكلام كله لما نقول معالجة السكر هو النوع الثاني من السكر المتسبب نتيجة للسمنة المفرطة. هو الأكثر حيوانية. هو بقى موجود أو بقى عنده سكر نتيجة أنه هو عنده سمنة مفرطة. بالضبط كده. أما النوع الأول ليس له علاقة كبيرة قوي بين السمنة، والعملية مش هتأثر عليه لو هو وزنه طبيعي، ولو هو وزنه كبير أو هو عنده سمنة مفرطة هيتحسن شوية. يعني الجرعة هتتحسن شوية، كان بياخد 50 وحدة الصبح هياخد 30، كان بياخد 30 بالليل هياخد 20. أما حكاية تأثيرها المباشر على السكر من النوع الأول، لا يوجد تأثير مباشر للعملية على السكر من النوع الأول. قول فصل. الشباب اللي عنده 40 سنة كده وعنده حوالي 15-20 كيلو زيادة وجاي له سكر وبدأ السكر، هل ممكن ده يعمل؟ ده ما هو ده بداية السكر مصحوب بالسمنة المفرطة. ده النوع الثاني اللي هو بدايات، يبقى النوع الثاني ده بيقول لك احمي نفسي بقى من المضاعفات ووجع القلب اللي بعد كده. ده بيبقى العمليه حل نهائي بالنسبه له. حل نهائي للحاجتين، للسمنه اللي هو بادئ فيها دي،
زائد ان حل نهائي للسكر اللي هو بادئ يجي له ده تماما. طيب دكتور يمكن في موضوع تاني مهم وانا قلت عنه في المقدمه، في دكاتره تقول العمليه بالمنظار افضل والدكاتره تانيين التدخل الجراحي افضل والناس احتارت. والله ده يعني مش يعني في بعض الدكاتره فعلا بتقول للمريض ان احنا جراحيا افضل بكتير قوي من البتاع، وبعض التاني بيقول المناظير احسن. باتفاق كل العالم كله ان المناظير وتدخل بالمناظير يعني بيخلي العيان يتلافى ان انا افتح له بطنه والعضلات والحاجات دي كلها، فهي بتوفر على المريض يعني كتير قوي. العمليات دي لما كانت بتجرى بطريقه الفتح دي كانت المريض بيقعد حوالي اسبوعين في المستشفى، والالام بعد العمليه والجرح والحاجات دي. طبعا المناظير يعني باختصار قوي احلى احسن بكتير قوي من عمليات الفتح الجراحي، وان كنا في بعض الحالات المحدوده بنضطر للفتح، ولكن المناظير هي الاحسن والاضمن نتيجه وامانا للمريض. يعني بتفكرني الحته دي بانها فتحت باب امل كمان للبنات الصغيره اللي لسه ما اتجوزتش. بالظبط، مفيش جرح كبير، مفيش اي تشوه. هو ده الحاجه البسيطه اللي الناس شايفاها. اما الحاجه العلميه كمان ان الجسم ذات نفسه ده لا حاجه اسمها يعني التفاعل مع العمليه ذات نفسها، فانا بقلل السيرجيكال تروما اللي بتحصل للعيان، بقللها جدا من الفتح لعمليه الانظار، بتقلي جدا جدا. والعيان بعد العمليه كمان بوفر عليه، بدل العيان ما يطلع من المستشفى بعد اسبوع ولا اسبوعين بيخرج بعد يوم واحد بيشوف شغله بعد 3 ايام من العمليه، يروح شغله وكل حاجه العمليه ماشيه طبيعي جدا. فطبعا بوفر على العيان كتير قوي بالمنظار. يعني السؤال برضو اللي بيقولوه، ما تعمليش العمليه لحسن هيجي لك هزال ومش هتعرفي تمشي خلاص، انت هتبقي ضعيفه. ما هو حضرتك اللي انا ده اللي احنا قلناه اللي هو تطور عمليه تحويل المسار. مفيش الكلام ده. تطورها يعني ايه؟ يعني العمليه فعلا الاول كانت بتعمل كده، اول ما طلعت العمليه كانت بتعمل كده. طبعا كانت بتعمل كده. التحويل القديم اللي هو بيتعمل في الستينات كان بيجي من اتصال الامعاء الدقيقه، الامعاء الغليظه، يسيب 40 سم ل 60 سم ويحول، فده كان بيحرمه من كل الامعاء الدقيقه ان هي يمر فيها الاكل ويحصل فيها اي نوع من انواع الامتصاص، فالمريض كان بيخس جدا جدا جدا. ولكن على المدى البعيد كانت بتعمل له عمليه هزال، حتى كان هو ماشي كده ممكن العظم يحصل له عمليه تطور في العمليات الجديده. التطور عمليه مفيش تماما. احنا بعد بنمشي على غذاء معين لمده الشهر الاول، بيتقسم تقسيمات معينه، ياخد سوائل شويه واكل لين شويه، وبعد كده بياخد كل حاجه طبيعي جدا. وفي التحويل وان احنا في التحويل زي ما قلت لحضرتك تطور ان احنا بنبقى من متر ونص لمترين من الامعاء الدقيقه، من العناصر الغذائيه بتاعتنا، ففي حوالي 4 متر تانيين من الامعاء الدقيقه موجودين. فالاكل بيمتص، اللي هو بقى احنا قللنا كميه الاكل وقللنا امتصاصه، ما منعناش امتصاصه. انت فاهم حضرتك؟ فده بعد شهر من العمليه بياخد الاكل الطبيعي جدا، وبيبقى حياه طبيعيه صحيه كامله، مفيش ضعف حتى ولا لا مزيد. نحتاج الى الفيتامينات بعد اول شهرين من تحويل المسار، ما بنحتاجش لمكملات غذائيه. أيوة اطلاقا. في ناس بتفتكر انها تعتمد خلاص على المكملات الغذائيه. لا خالص، لا هي احنا لازم نستعمل مكملات غذائيه في التكوين في اول شهر وفي التحويل المسار اول شهرين. وبعد كده يعني المريض الاكل اللي هو بياكله كافي تماما لجسمه، يا بل بعض المرضى بيبقى متخوفه لما ترجع للشبه الطبيعي بتاعها، متخوفه لا تزيد تاني. طبعا تحويل المسار مستحيل يزيد، حتى لو هو اكله زاد احنا محولين المسار، ان هو كميه الاكل قلت عن الاول، امتصاصها كمان قل قوي عن الاول، الهرمونات الداخليه اللي هي محفزه للسمنه وكانت بتعمل ضد الانسولين او بتقلل عمل الانسولين قلت جدا، فهو هياكل وهيخس. طيب ممكن دكتور في نقطه مهمه جدا جدا وهي الحمل، هل عمليات السمنه المفرطه بتاثر على الحمل؟ عمليات السمنه المفرطه حضرتك احنا قلنا حلقه كامله ان ازاي عمليات السمنه المفرطه بتساعد في الحمل اللي هي بتساعد في الحمل، اللي هو يحصل ولما يبقى موجود تحافظ على البيبي والتعليه. عمليات السمنه المفرطه وعلاقتها بالعقم ان هي بتساعد المريضه اللي كانت عندها عقم بسبب السمنه والتكيسات المبايض وعدم التبويض، ان ده كله يروح وتحمل. طب لو حملت وهي تخينه بيسبب لها مشاكل كتيره طبعًا. جدا اكيد طبعا على البيبي وعليها نفسها كمان. فلما يروح ده المشاكل كلها بتروح. طب احنا لما نعمل عمليه السمنه المفرطه الحمل الامن يبقى بعد قد ايه؟ الحمل الامن بعد عمليه السمنه المفرطه متوسط
18 شهر بعد العملية حمل آمن بدرجة 100% بعد 18 شهر من إجراء, العملية. سنة ونص بالضبط كده من إجراء العملية. ده حمل آمن جدا, بيكون المريض عاد للغذاء الطبيعي بتاعه, التمثيل الغذائي بتاعه بقى 100%, فمفيش, ده حمل آمن بنسبة 100% بعد العملية. هنروح بقى يعني برضو ما تعملش العملية النهاردة وعايزة تحمل الصبر بكرة أو بعد شهر. ده ماشي. هنروح نقطة بقى مهمة من حضرتك, طبعا أستاذ تجميل كبير ربنا يخليك, احنا خصصناهم عاوزين ننحتهم بقى. هم بعد ما يخسوا وتخلصوا من السمنة المفرطة عندها حتة فيها سمنة موضعية مزعجة, هل ممكن تشفط؟ بص حضرتك, هو احنا بنقسم المرضى نفس التقسيمة الأولانية خالص, هي خست فيه ترهلات, فيه سمنة موضعية في مكان محدد ومش راضي ينزل بعد البتاع ده, بيحصل في مرضى كتير قوي. طب السمنه الموضعيه دي في ترهلات معاها ولا في مفيش ترهلات معاها؟ لو مفيش ترهلات معاها بنتدخل بقى يسمى بشفط الدهون بكل انواعه بقى, الشفط العادي او بالفيزر اللي هو احدث حاجه موجوده. والدي بتكون من غير جروح خالص, وبنتدخل فيها السمنه الموضعيه دي وبنشفط الدهون. وشفط الدهون الناس كتير من الناس هيرجع تاني ولا مش هتاني؟ دي نقطه مهمه قوي يا دكتور. والهدف منه ايه؟ هل انقاص الوزن ولا مش انقاص الوزن؟ الهدف من الشفط هو تعديل شكل الجسم, وليس ان احنا ان الوزن الوزن ما فيش خالص. ممكن الوزن يقل كيلو 2 كيلو, بس الهدف ليس ان هو يقل في الوزن خالص, الهدف هو تعديل شكل الجسم الخارجي. طب الدهون هترجع ولا لا؟ والله طول ما انت حضرتك محافظ على وزنك, وزنك ما زادش, وان شاء الله لما تبقى عامل عمليه مستحيل وزنك هيزيد, مستحيل الدهون ترجع تاني طالما وزنك ثابت او بيخس. طيب على فرض الناس اللي ما عملوش عمليه وهيزيدوا, لو هو زاد زياده تانيه زاد, لكن طول ما هو محافظ خلاص مفيش مشكله. يعني عملنا تكميم وتحويل مسار بدون جراحه بالمنظار مفيش جروح, وشفطنا وبرضه لو هي سمنه يعني موضعيه, لو هي سمنه موضعيه بدون ترهلات. ده اللي ما يسمى بنحت الجسم بقى او تعديل شكل الجسم الخارجي. بقت الامور ابسط قوي كتير قوي يا دكتور. كتير جدا طبعا. ده لو هو بدون ترهلات, اما الترهلات هيبقى في جرح بقى, هنشد, يبقى في جرح بقى. ما فيش شد بالسحر يعني, ما فيش خطوره دكتور لو حد عمل شفطه وهو عامل اي عمليه سمنه مفرطه؟ لا خالص, ما فيش اي خطورة. ده هو غالبيه الناس اللي هم عاملين اللي هم كان عندهم سمنه مفرطه وخسوا بقى وزنهم شبه الطبيعي او الطبيعي, لازم بيبقى فيه دفوهات كده في الجسم. دفوهات يعني عندها في مناطق اسمها ريزيستنت ارياز, يعني مناطق مقاومه للنزول. الجناب, المنطقه اللي تحت السره, المناطق دي بتبقى مناطق مقاومه للخس. يبقى هو وزنه كان 160 وبقى وزنه 80 بقى, فالمناطق دي لسه يعني بارزه شويه, فاحنا بندخل بشفط الدهون. طب المناطق دي بارزه مع وجود ترهلات, وجود ترهلات ده بقى لازم جرح بقى. طب هو لازم منطقة بقى مثلا منطقه البطن بنعمل في منطقه البكيني اللي هو الجرح ما يبانش خالص, في منطقه تانية من ثنايات الجسم اللي هي الثانيه اللي هي اسفل البطن دي, ونعمل جرح فيها ونشد كل الترهلات, نرجع الشكل اللي ربنا خلقه كويس جدا. معنا صوره بتوضح. صوره دكتور, زي الصوره دي مثلا, يعني المريضه خست تماما والبطن مترهله مع بعض الدهون, طبعا بنشفط الدهون دي كلها ونعمل جرح في اسفل البطن اهوت, نشد كل الترهلات والبتاع مش ممكن البطن راحت تماما دي, ونخلي البطن زي اللي ربنا خلقها, احنا ما بنعملش حاجه جديده, بنرجع الى مكان عليه, الوضع الى مكان عليه, الى مكان عليه. فده باختصار يعني, ده لو السمنه لو السمنه الموضعيه اللي باقيه معنا بعد السمنه المفرطه مصحوبه بترهلات, بنعمل الجرح. طيب ممكن يحصل شد للدهون بس بدون تدخل جراحي, شد للترهلات بدون تدخل جراحي؟ والله دي لا بقى يعني احنا بنسمع هي ممكن بس يكون ترهل بسيط. ايوه الترهلات البسيطه ممكن, يعني في حاجات اللي هي بتبقى حاجات على الجلد دي اللي انا ماليش خبره فيها, وفي اللي هو احسن حاجه لما يبقى في ترهلات بقى بسيطه مصحوبه بدهون, بنتدخل بحاجه اسمها الشفط بالفيزر. ده بيشد الترهلات البسيطه ويخلصنا من الدهون كلها. طب اعلى من البسيطه قدر الموضوع باحسن. لازم جراحه, لازم جراحه, مش عاوزين بقى مفيش فلسفه في الموضوع. لو ترهلات بسيطه مصحوبه بدهون بنعمل شفط ما يسمى بالفيزر, بيخلصنا من الدهون كلها ويشد الترهلات البسيطه. اما لو هي ترهلات
موجوده اعلى من بسيطه، اعلى من بسيطه اذا كانت متوسطه، او حاله الجلد كمان يعني عامل مؤثر جدا. يعني عندي حاله الجلد كويسه والسن صغير والجلد ذات نفسه ما فيهوش التشققات او اللي هي اللي اسمها استرايا دي موجوده، الجلد لو موجوده هيبقى درجه رجوعه اقل بكتير قوي، يبقى الجراحه هنا افضل. لو مش موجوده والترهلات بسيطه الفيزر بيجيب نتائج هايله في الموضوع ده. اكيد. يمكن يا دكتور النهارده حلقه مهمه جدا وفقره مهمه، وضحت لنا فيها كل الكلام والمفاهيم الغلط عن جراحات السمنه. مشاهدينا كان ضيفنا منورنا في فقرتنا النهارده استاذ دكتور حسين صابر استشاري جراحه التجميل وجراحه السمنه المفرطه، دكتوراه الجراحه وجراحه التجميل كليه الطب القصر العيني جامعه القاهره، وعضو الجمعيه المصريه لجراحي التجميل والاصلاح. بشكرك جدا يا دكتور. مشاهدينا استنونا وفقرات جديده ومتميزه من برنامجكم طيب الحياه كل يوم من السبت الخميس من الساعة 2 ل3 الظهر، والإعادة الساعة 1:07 صباحا. إلى أن نلقاكم، دمتم في رعاية الله. We'll be right back.